ازيك؟ ازيك يا هند؟ دكتور خليفه. اهلا. ازيك يا دكتور؟ ازاي صحتك؟ اهلا نورت. دكتور خليفه جاي مخصوص عشان يشوف عبله. عبله كويسه جدا وفي الكليه. طب مش اتفضلي ترتاحي الاول حضرتك؟ اتفضلي. 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 ايه انيس؟ الله، ما حدش بيسمع صوتك ليه؟ هند حبيبتي انا لسه امبارح كنت ولا حتى بقيتي تروحي الجورنال. جورنال؟ شفتي بقى بعد التحقيق بتاعي ما نزل عن سيدة بدومة اترفع عنه الحصانه ازاي؟ بس انا ما قريتش التحقيق ده يا مدام. يبقى حضرتك ما بتقراش اصلا. لا يا هند، سيدة بدومة ما اترفعتش عنه الحصانه، والتحقيق الاخراني اصلا ما نزلش. لا نزل طبعا. يبقى انت كمان ما بتقريش جورنالك؟ يا حبيبتي نزل ازاي وانت قدمتي استقالتك بسبب؟ انت بتقولي ايه؟ بتهزري طبعا. معقول؟ معقول عايز يكون جه بدري كده؟ مدام هند، ما تخلينا في موضوع التحقيق احسن. ما انا قلت لحضرتك انك ما بتقراش اصلا. يا ستي خشي. يا ستي فين ستيهين؟ ستيهين ايه؟ ستيهين ايه؟ الحمد لله بخير يا ستي، الحمد لله. قولوا عليها الجميلة. اقعد ألسنتي اللي قالوا الكلام ده. ألف حمد لله على سلامتك يا هانم، والله يرحمه. الله يرحمك يا عزيمي. الله يرحمك. أطعم البلد كلها، بس ربنا منه الصبر وعلي العوض. سالم، سالم، طلع الناس دي بره. الناس دي مجانين. مش مجانين ولا حاجة. أنت سمعت اللي قالوه يا مدام؟ بيتكلموا عن الدكتور عز، والدكتور عز مات خلاص. اخرس. دي الحقيقة اللي لازم تفهميها كويس. دكتور حسين طلع الناس دي بره. الناس دي مجانين. طلعهم بره. لا يا ماما، بابا مات. بابا خلاص مش راجعلي ومش راجعلي، مش راجع لنا كلنا. انت اتجننتي زيهم. انا ما اتجننتش، انا اتعميت. بابا خلاص راح مننا. انت ما اتعميتيش وبابا ما ماتش. بابا مات وخلاص مش راجع، مش راجع. عبله، عبله، بابا مات يا ماما. مات مات مات. ايوه ايوه مات. ايوه مات يا عبله. راح مننا خلاص. عايز راح مننا يا عبله. اخيرا واجهت الحقيقه المخيفه. حقيقه مخيفه بس على الاقل مش مدمره. بس لو منعوا عنها الحقيقه هتبقى لحظه حقيقه قاتله. خالد، تفتكر هند هتبدا تدور على اللي حصل؟ كأنك مش معشراها من سنين. دي هند يا بنتي. يا دي المصيبة. المصيبة جاية فعلا إذا ما عرفناش حقيقة اللي حصل ولحقنا نمهد لها الكلام ده بتدريج. بس أنت متأكد إن موت وراه ترتيب؟ لإني عارف قيمة الراجل ده كويس، سواء من ناحية تخصصه العلمي أو من ناحية أفكاره السياسية اللي كان بينشرها. للدرجة دي ممكن يخططوا ويرسموا الموت؟ وعندك أمثلة كتير. علماء مصريين؟ علماء مصريين ومفكرين أجانب. كل ده لمجرد إنهم اتجرأوا وواجهوا أكاذيب الصهيونية. بس الدكتور عز الدين كامل كان بيجمع بين حاجتين، انه عالم في الفيزياء النووية، والشيء التاني الافكار السياسية اللي كان بينشرها. عز الدين كامل اتحول لضوء لكشف كل الاكاذيب اللي مالية العالم ضدنا دلوقتي. بالمناسبة انت عرفت اخوه سافر ولا لا؟ عرفت ميعاد الطيارة واسمه فيها. طب كويس. بس مش طايقني لا هو ولا اخوه الصغير ناجي بتاع البنك، لكن ما رحمتهمش من مواجهة المسألة. بصي فوتي انتي على هند وطمني عليها، واول ما تروحي في البيت كلميني في التليفون. لا لا مش عايزه، انا خلاص بقيت كويسه. طب ما ناخد راي الدكتور احسان، ما هو تحت يا هند. قبل في اني عايزه نايمه بقالها مده. راح اقول للدكتور احسان خلاص. خلاص انا مش محتاجه مخدر، الحياه بقت واضحه قدامي. كسف ريبته بس ما اعرفش مرته هتستمر لامتى. ادخل.
هند الدكتور احسان عايز يشوفك قبل ما يمشي. والدكتور التاني مشي خلاص. ناجي خد عايدة وروحه، انا ماشيه من هنا. ماشيه فين؟ عايزه اخد عبلة بعيد عن الفيلا. والله يا فكره حلوه، بس هتروحوا فين؟ هنروح العزبة. طب كويس، انا عندي اجازه ممكن اجي معاك انا وعايدة. مش هستنى لبكره، انا رايحه دلوقتي. جايه نص الليل؟ طب ازاي يا ابني؟ بس ناجي لسه بيكلم العمده. يا بناي ولا حد حاسس باللي جواه. شفيقه جايه ورايا دلوقتي تنضف معانا واني معاكم. لا لا انا هستناها بره. لا ده انت تستنى هنا، مش كفايه اللي احنا عملناه فيها لما رحنا لها هناك؟ زي ما يكون بروحنا جه بفايده يا ستي، زي ما تكون مصيبه كانت كاتمه على قلبها. يا واد بطل عياط يا واد، ما توجعش قلبها اكتر ما هو موجوع. هي عارفه قد ايه يعني كنت بحبه، قد ايه كان ليا وليكي سر. عشان كده بقول لك يا شاهد استنى هنا وبطل يا واد بقى عياط بقى. فين تعالي؟ انا راجعه مهدوده وتعبانه وعايزه انام. امال انا بعتكي ليه يا بيت؟ عشان انضف الدار مع ام مساعده. لا يا فلح، انا بعتكي عشان تعرفي وتقولي لي عملت ايه هين. انت كنت معاها يا ست قدريه. يا بيت انا بسال شكلها ايه؟ لسه بتكلم روحها زي ما بيقولوا؟ لا والنبي اسم الله عليها عقله، بس نفسها مكسوره، ربنا يصبرها بقى على مصيبتها. نعم يا اختي يصبرها، ما هي جت اهي وسابت اللي قتلوه. قتلوه؟ بسم الله الحفيظ. ايوه، امال هما بعتين شفيق يروح لندن ليه؟ لا دي مش موتة ربنا والله. اعوذ بالله، بقى الست تبقى في مصيبتها وكمان عايزين تقولوا لها ان جوزها اتقتل. قولي قالت ايه لاخوه ناجي قدامك؟ قصري. والله ما اعرف، هما طلعوا فوق وقعدوا يتكلموا وانا ما سمعتش حاجه. ربنا يخليكي سيبيني اروح انام بقى، ده انا بكلمك وانا بنام على روحي. لا هتروحي تباتي هناك مش هنا. تاني؟ ما انا لسه راجعه من هناك، وبعدين الواد شحمه وبيت هناك. الواجب الواجب يا جاموسه لازم يتعمل. شوفي حد من الغفر بره يوصلك. يلا. الواجب؟ ولا عايزه تعرفي بتقول ايه وبتعيد ايه؟ لا يا ام العريف، عايزه اعرف انا هعمل